أفاد مصدر مسؤول أنه في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية بقطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي. وأضاف المصدر أنه في ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 11:30 مساء اليوم بتوقيت فلسطين. وأكد المصدر أن مصر تبذل جهودها بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، بالإضافة للعمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.